تعرف اللي التاكسي فيها فلوس، فيها فلوس تاكسي، تحب تركب على روحك تاكسي. اي الرخصه ب 13 مليون و 300000 في الشهر. اي شنو 13 مليون؟ جيت اخو ورقه يعرفوا كل تاخ ورقه تكري رخصه من 13 مليون فوند كوميرس تكري اي وكل شهر 300000. اي هذا دليل كونه فيها فلوس. اي شنو ضر شنو ضر القطاع ضر الدخلاء؟ يجيك موظف يمشي ياخذ قرض من الدوله. اي يرجع عليه 400000 في الشهر. هو كرهبة نيت خاطي شوفرته خاطي غاز وخاتي دنتو كرهبة جديدة تفضلوا 70000 كله. لا يعطيني شوفرته وغاز باهي 70000 تفضلوا الزملية في الشهر. واضح؟ هو يرجع 400000. انت بالنسبة ليك عندك ما يثبت انه فما موظفين كاريين تحصيل موجودين او تجي تسأل شي عم نعرف برشا ما عندناش امنيين كاريين عندك اسماء عندك بالاسماء مش تقول لهم يصير عندك بالاسماء شوف ما يثبت الكلام اللي تقول فيه نعرفوهم بالكهرباء معرفون بلا قمر رخص شكو تعرفوا ما حكيت لكش على كده روح حكيت على سند الرخص بزيت ما حكيتش فكرة بالنسبة لي انت كتبت كونفيرمي الكلام اللي يقول فيه هتو نجاوب باهي الكلام فما موظفين الأغلبية هتو ولات موظفين اللي نعرف شوف تيليكوم نحكيه يمشي ياخذ قرض يهبط به الكهرباء يرجع 400000 للدولة ويبقى يستغل